عسلامة. اليوم باش نعملوا مقابلة ودية مع سي طارق اللي معروف براس الغول، واللي عنده سلسلة يعمل فيها عنده أكثر من عامين يطلق عليها بنهاية الأديان وبداية العقل، ونحاولوا عن قرب نتعرفوا على سي طارق. أهلا وسهلا بك أول شيء يا سي طارق. عسلامة سي كريم، منستو. أهلا وسهلا. أول سؤال يطرح، فهمت، علاش اخترت البسودوم تاعك راس الغول وما هو الهدف؟ كلمة راس ديما مربوطة بالعقل، أنا حتى في الفيديوهات اللي هبطتهم اسمها بداية العقل، وكلمة الغول هو في الحقيقة معناها سبونتاني جات هكاكا. عندي جاري لهنا ألماني، معناها حتى في اللغة الألمانية موجودة كلمة غول يقصدوا بها اكل الجثث. انا شنو عملت الربط، خاطر نحن كما تعرف نعيشوا في جثث متاع افكار، نعيشوا ونحتاجوا انسان ولا غول باش ياكل الجثث هذيا باش نخرجوا للضوء. مازلنا في 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 كهف افلاطون نعيشوا في الظلال، كيفاش معناها نحتاجوا لشكون يكنسلنا الافكار هذه القديمه، الجثث متاع الافكار هذه، باش اموا نخرطوا شويه على العالم في الماشي، فهمتني؟ وذاك علاش جات التسميه، معناها كانت هذا فما جانب اخر العاب، جانب نفسي تبروفوكي كلمه غول، لان كلمه غول موجوده عندنا في الثقافه الشعبيه التونسيه وتلقاها، فهمت؟ جروسو مودو هذه هو علاش كان الاختيار، معناها مش بعد دراسه عميقه جاء هكاك. اي خاطر احنا عندنا في شمال افريقيا كلمه الغول هو حاجه تخوف، يعني حاجه مشعش، يعني كما نقولوا عندها شعر ياسر وتخوف، كما مثلا الغوريلا، فهمت، نقول لك راسك كي الغوله، فهمت، هذا هو المفهوم يعني بتاع الغوله، حاجه تخوف بصفه عامه. حتى في القصص الشعبيه نلقاو كلمه الغول موجوده، امي الغوله والغوله العمية وغيرها من هذه الاسماء، يعني حاجة احنا نذكر وقت كنا صغار ديما نخافوا منها، فهمت، يقول لك تو يجيك الغول تو يجيك الغول. صحيح كريم، لازم يجيهم الغول باش يفيقوا على رواحهم، راهم 14 قرن والناس هذه راقدة تاكل في الحشيش، فهمت، لازم حتى في الشعب نتاعنا كما قلت قبيلة الغولة زادة عندها جانب نحن نسميه الغولة اللي تنحي العنكبوت من السقف. برشا خيوط نتاع عنكبوت الدار لازمها تتنظف. وزاد نقولوا زاد الغول يعني واحد قوي، نقولوا الغول تبارك الله عليك كي الغول. وي وي نقولوا مشعر برشا وقوي ويخوف لنا المصايب هذه. هاي المهم نتعداو للسؤال الثاني. السؤال اللي معناتها يطرحه ياسر ناس، يقول لك علاش معناتها طارق ما يوريش وجهه وقت يعمل الفيديوهات نتاعو، يعني رغم انه معناتها واحد وقت يوري وجهه يكون عنده اكثر تاثير على الناس وينجموا يشوفوا معناتها تحركاته وتصرفاته وكل شيء، يعني مش كان يستعمل اظهار الوجه يكون عنده اكثر تاثير، والا معناتها فضل الاسلوب انه ما يوريش وجهه لاسباب سواء كانت شخصيه او معناتها او اسلوب نتاعو، الاسلوب نتاعو معناتها يخليه يعمل هذاك الشيء. حبينا نعرفوا علاش ما توريش وجهك. اوكي، فما زوز عوامل هنا، فما عامل اللي راه هنا مهم اساسي. انا بصراحه ما عنديش استعداد، انا نروح كل عام وعندي بنيه صغيره وما عنديش استعداد شي واحد من البهايم يدغرني، فهم مثلا خالد سيسيام ودار بيه شيب شيخ ولا شنو في الشام وقال له ذاك كافر ومعناه تتضرب وتمشي هكاك سبح لا، فهمتني؟ هذا السبب الاول اللي راه بالنسبه لي انا، معناها فهمت، فما غيري ارجع مني نجم يعملها برافو عليه، فهمت، نعرف بالحق يبدا واحد وجهه موجود في الكاميرا ويتكلم بيديه يكون اقرب للناس. اما انا يا خويا كيما قلت لك معناها كان جيت وحدي عادي، اما عندي حكايات في جورتي، عندي عزوز الروح، عندي فازات في جورتي. السبب الثاني انا حاب نوصل الناس كفكره، مش لازم يعرفوني، فهمت،
كعبات لي زانتيم نتاعي صحابي، كعبات اللي عندي فيهم ثقه، فهمتني كيفاش؟ عادي هذوك تقريبا اصحابك الكل يعرفوك، مش مشكل، ما فيهمش حتى واحد بهيمي نجم يدور معنا، فهمت؟ هذه هي، فهمتني؟ ما نحبش مثلا غنوش يحرش في عباد ولا عبد الفتاح نور ولا واحد نجم، كان يحب يطلعك الغنوش يطلعك. لا يبطى شوي. رغم اللي مره هبط تصويرتك. هبطت هذيك مو حكم الشرب، راهو خايب شرب شويه والاولاد يبروفوكيوك تهبط التصويره. وبعد في قال روحهم غدوه مره، فما واحد من الاولاد بعث لي بفرس قال لي ودي فسخ التصويره وناقص من الشرب، وليت فسختها من غدوه رميتها، فهمت؟ ما راهم سجلوها سيء عادي، هاني روحت وما عنديش شهر. تصورت شدك الديوانة الحكايه كيف هي، اقسم بالله راهو شيء هبل، راهو فهمت؟ ومخلين واحد هارب من جامع في وسط البلاد كيما كابو مرحاض ولا شو اسمه بو عيار هكا، يتبعوا فيك انت كيفاش تفكروا كيفاش تقولوا لهم يا ولادي فيقوا على رواحكم راهو عيب، ما عادش يخش علينا. مو تكسر لهم البزنس نتاعهم، ما يساعدهمش. هما عاملين بزنس، وبزنس قديم مترسخ في التاريخ 14 قرن عنده كسح. مش في نهار وليله، معناها انت تو كي تشوف ايش قاعدين يعملوا في تونس، معناها تو قتلان شكري بالعيد، انا ناخذ من شيره اخرى. راجل قدام داره صغيرات، وواحد تمشي تضربه ب 14 كاطوشه في وسط الكهرباء، معناها الناس هذيا سون كابابل دو تو، معناها فهمتني؟ معناها بهايم حاشا خويا، فهمتني؟ خويا ما عندهمش حتى شرف المحارب، ما عندهمش حتى اخلاق، ما عندهمش حتى اخلاق. شرف المحارب يبدا مقابلك ولابس زي عسكري وتحارب ويحاربك ويغلبك ولا تغلبه، فهمتني؟ هذا انسان غدار قاطع طرق، فهمتني؟ هذه المشكلة، هذا حسب رايي معناها. باهي اوكي شكرا. نطلق له للسؤال الثالث. ياسر معناتها اشخاص يقول معناتها شكون هو هذا راس الغول؟ فهمت؟ شنو هو تاريخه؟ معناتها ماذا بينا معناتها تعطينا نبذة على حياتك يعني. اوكي انا تقول الاغلب الناس تفهم اللي معناها حتى من اللونجاج اللي تكلم، انا متحومه شعبيه من تونس العاصمه، قريت في المكتب وبعد قريت في باب جديد الليسي نتاعي السيكوندير، وبعد قريت في منوبه تخرجت، عطاوني شهاده عظيمه اسمها استاذيه العربيه، ضربتها الحيط حطيتها على الخزانه غادي. وبعد جاك كنت تفكر انت في تونس وقتها برنامج 21 للناس اللي ما عندهاش امل، فهمت؟ اللي قريت تاريخ وجغرافيا فالصوت في الدول اللي تقرا تاريخ وجغرافيا وفلسفه ولغه ما عندكش امل، هو بليز مو عندهم الحق. المهم قريت ريزو انفورماتيك وعطوها لي الشهاده هذه بعد عام في الليميت نتاع الكومبيوس، وكل اللي نادمين عليها، فهمت؟ وانا نعذرهم حتى تو ما نجمش نستعملوا كومبيوتر. ومن بعد جيت لألمانيا 2004، جيت خدمت صحافي في تونس جريدة صباح، بعد جات الفرصة المشي لألمانيا، جيت لألمانيا لهنا. كان عام 2004 تو عندي ديجا 12 سنة. واختيارك اللغة العربية يعني في الدراسة نتاعك، هل هو اختيار معناتها الظروف خلتك تختار هذاك أو حبك للغة العربية؟ معاك المصيبة نتاع محمود درويش اللي نسمعوا فيه وجميع عذوكم، فهمتي؟ حبك في اللغة العربية والقصائد والشعر، كل اللي تبدأ دولي صوم زلك حبيت واحدة وتحب تكتب لها قصيدة ذلك أثر لك من بعد الاختيار. أنا تبزنيسة هي في الأخر الحكاية، ومشيت عربية وكنت باهي فيها بصراحة، معناها حتى الشايب معناها يرحمه كان يصلي يهزني للجامع وعندك الكتب اللي بالعربيه، وعن الحاج مبروك هذا يقرا القران صوته مزيان والحكايات نتاع البلا بلا هذه. اما الاختيار العربيه معناها كان زاد بتاثير مجموعه نتاع اصدقاء، لان كتبت في مجله عرفان وانا صغير عرفان اي وكتبت فيها وانا كبير من بعد. يا حسره على عرفان. هو عندي صديقي الرسام ابو ترتورة اللي يصور فيه شخصيا نعرفه معناها. وقتها ما نشريوش عارفين ندخلوا بعضنا ومزمر علينا ويعطيونا معاها يا غورتة وحكاية هاي كل مرة لا. كل مرة مرة زربوط مرة
فوالا بالضبط. هي راهي باهيه المجله هذيك وقتها، كانت بورقيبه كان يوزعها حتى بلاش على المدارس اللي في الريف، صغير راهو تعطيه كتاب فيه تصاور والوان، راهي حاجه مزيانه فهمت. لا كانت مثقفه، كانت فيها اشياء معناتها سلع اشياء واخر ودر شنو وديناصورات ديناصورات وواحد في الوقت اللي العرب هذوما ياكلوا في الحشيش فهمت. انت وقتها عندك المجله هذيك وفيها قصص وفيها حكايات وفيها مات وفيها فازات، يعني مش بالنسبه للمجله نتاع طفل ليبيا لين مات القذافي، مش مجله طفل، ما عندهمش مجلة أطفال. ما عادش موجودة توا، عارفين ولا ما زلت؟ على 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 في بالي ما زالت. يتعاركوا هما راهو، كانت شدتها ليليا وكان شادها قبلها حافظ محفوظ ومشاكل كلها تجري على الفلوس. ما ندخلوش معناها في الديتاي تاع الناس. وقتاش حصل لك الوعي اللي المشكل نتاعنا في تونس ولا في شمال افريقيا ولا في ما يسمى معناتها بين قوسين العالم العربي الاسلامي، المشكل نتاعنا هو في الاسلام، وقت جاك هذا الوعي؟ باهي باش نبدا صريح، معناها انا معناها باش نقولوا انتم الاخرين الحاد نتاعي جي على على دو سبور، السبور الاولاني ليتيرير والسبور الثاني سيونتيفيك. سبور ليتيرير كيفاش بدا؟ بدا وقت اللي انا نصلي في التراويح عمري 16 15 سنه، يعمل لك ويصرفك بالبقرة ولا آلي عمران اللي تدوخ وانت واقف فهمت. نبدا بنيتي يقرا لي قل هو الله احد وسايبو داخل، ولازم يختم القران في رمضان اي ولازم يختم القران، ما ختمه كان مختم لي على قلبي كان دوخني فهمت. لا عاد يقرا زوز احزاب في النهار، يعني 30 يوم يجي 60 حزب. ولدي ناكلي حياتي بصراحه. شنو هي المشكله؟ ومن بعد كي بديت نقرا في قصص بديت شويه مع الجاحظ، بديت حكايات السندباد مغامرات نتاعو اجمل برشا من مغامرات يوسف ويونس وشبور هذوما فهمتني. حكايات مزيانه والرخ وحكايات معناها ارقام قصص اجمل من القصص الموجوده في القران، وما يدعيوش النبوه فوق هذا كله، هذا على المستوى مع ليتيرير. ومن بعد قريت فرانس كافكا، قريت ميلون كونديرا، قريت اوري ميلر، الناس قريت امين معلوف. هذه بالسياسه بالسياسه وصلتني اللي العالم كله حكايه ما يخرجش من الحكايه فهمتني. وحكايه القران بدهم حكايات فهمت. اما عام حصل لك هذا الوعي؟ بديت نقول لك ملي بديت الفلسفه 18 سنه، العام الاول اللي قررنا فيه فلسفه في البكالوريا، انا بديت ريزيمي في الاشياء فهمتني، بديت نفهم فيها. ومن بعد جاء الحاد الاخر العلمي اللي على كانت صحيحه فهمت. يعني انت تعتبر روحك ملحد ولا ربوبي ولا لديني؟ لا لا انا ملحد اسود اسود، ما عندي حتى حكايه اخرى في راسي، وحتى كانت وجدت اليها وباش نمشي بيك الفرضيه الاخرى. يعني نهار اخر نقوم من الكبار نمشي له اختي واختي ونقول له راك ظالم على الاخر. راني ما ظلمتكش نيك نعمل معاه مشكله. كما قالوا ريميلير نمشي له معناها حتى الكلمه صعيبه نمسك له على وجهه فهمت. انت راضي بالشيء هذا ما تساعدناش عمي. شوف ولكن وقتاش بديت معناتها تقول اللي انت ملحد؟ انا من السنوات الاولى تاع الجامعه، برميراني في الفاكولتي في المنوبه، عندي شله معناها اصحاب تلموا شويه مع كل اليسار المزيان اللي عندنا في هذا ذاك اللي يتلم في الانتار حاره وحوته يتلموا غاديك، وكان جات طفله ما يتخذت فهمني. اما هن ديما اليسار عندك مع حل لانه يفكر شويه، الاخرين يعتقدوا، مو فما فرق بين التفكير والاعتقاد، يعتقد راه ما معاهش حل فهمتني، يعتقد يضحك على البلاصه اللي يفكر هكا. نقولوا نحن بالتونسي تاخذ وتعطي معاه شويه في الحديث فهمت. باهي وقت جاتك الفكره باش تعمل فيديوهات حول نهايه الاديان وبدايه العقل، يعني كيفاش جاتك الفكره؟ هل قبل الثوره ولا بعد الثوره ولا؟ الفكره كانت موجوده، اما شكون اللي حرضني عليها باش نبدا صريح وكل واحد ياخذ حقه في التاريخ؟ شيطان قرطاج.
اول ما دخلت على الصفحه نتاعو يعجبوا، فما حاجات تحسهم في روحي نلقاه هو نشرهم، فهمت؟ وبعد دخلت معاه كومينيكاسيون كذا بسكايب قاعد نحكيو، قال لي راهو الكلام اللي تحكي فيه علاش ما تعملوش فيديوهات تعمل فاصل. عملت الفيديو الاولاني معناه بدائي كانوا لغه مسماريه، فهمتني؟ بعثته له قال لي طارق فايتا واصل معناها كمل راهو باهيين، فهم؟ وبدات الحكايه مغادي، وبديت بصراحه انا بدي نعمل في تيرابي روحي. تساوي انت خرج فيهم الافكار هذوكم اللي كنت تبدا قاعد مع شلة اصحابك ولا في قهوه ولا حتى تجيب كعبه كبيره ما تنجمش تحكيهم الحكايات هذوكم، فهمت؟ فما حتى اصحاب متفتحين كان لي تعرف اللي ركح شوي لا تنيتنا بحجره تكسر علينا البار، فهمت؟ قطعنا معناها هذاك الخوف اللي تسيطر عليه. ليش تاريخ تولد بيه راه؟ مجال سي با فاسيل معناها، فهمت؟ بويسك انت معناتها يعني نجم نقولوا اختصاصك اللغه العربيه. يعني فما ياسر يقولوا اللي القران عنده جانب ابداعي في اللغه العربيه. فهمت؟ هل تتفق مع هذه الفكره ام لا يعني؟ فهمت؟ انا لا اتكلم من ناحيه المحتوى، المحتوى نعرفوه فارغ ما فيش. المحتوى نعرفوه، باش نحكيه على مستوى اللغه. المستوى اللغه يعني يعني هل هناك يعني بالفعل يعني نجم نقولوا احنا صبغه الهيه في ما قيل في القران؟ جمله علي بن ابي طالب خير من دير رب، وارجعوا للبلاغه، ارجعوا للبلاغه والخطاب البليغه نتاع علي بن ابي طالب، هبط فيديو كامل عليه الخزر. اي بالفعل انا تعرف تحب تو بالحق كريم، ما انتم تحبوا تحفظوا هما شنو مولد العله اللي شادين فيها اللي كون اللغه بتاع القران هي اللي تحفظ اللغه العربيه ولغه سليمه. طبري عمي في اخطاء نحويه، في اخطاء صرفيه، في الفاظ اعجميه كيف استبرق وزبردج كلها فارسيه ولا لغات قديمه ماهيش عربيه. ولكن ما تنساش هناك النحو والصرف الخاص بالقران. جربناه نحن قلنا قبل نقراو في اللغه في العربيه نعملوا الصناديق هذه بواطا اوكي ناخذينها من اللغه الروسيه معناها نشدوا بالحرف نطلعوا الوظيفه الاعرابيه نتاع كل حرف في الجمله. اما اخطاء فما اخطاء متسربه وانت تعرف اللي هي نسخ وتعملت وتخريج فيها تاريخين تعرفوا شيء هذا. اما ماهوش في شبوبيه الخطب نتاع علي مثلا بن ابي طالب، ماهوش في شبوبيه المقدمه نتاع ابن خلدون. انت تحفظ وتحافظ ومن طبعا على اللغه العربيه، علاش ما تحافظهاش في الكتاتيب مقدمه ابن خلدون وفيها فكره جديده مكتبه على القديم انت تقعد في الظلال، حافظ لي ابن خلدون باش الناس تفهم ايش معناها العدل اساس العمران، الناس تفهم ايش معناها الاعراب هذوما ما جاوش فتح وانما جاوا احتلال، ويفهموا اللي هما ابعد ناس عن الصناعه ويفهموا اللي هما ابعد ناس عن الحضاره هي ما تخدم لهمش مصالحهم هما يعني بالطبيعه بالطبيعه. اما راهو كيما كل استعمار اخي، انا علاش نحترم الاسبان تو بعد سبع قرون خرجوا دير رب حتى احنا تو خرجوهم ما تخافش، لازم نخرجوهم بالفكر وبالسياسه وبتفهيم الجينيراسيون اللي جايه، فهمت؟ لازم نخرج شنو بركينا لسنواتنا دي ناس زوز حفاية خالتين ورا معزب شي وريوني أنا شو معناها الحرب وش معناها قانون وش معناها الأخلاق في وقت اللي هم علي حفاية حنا بعل عامل شعارات وفكار على كتافه ولبس لبسة عسكرية ومشار روما هذا تاريخي معناها، فهم؟ وشعوب الكل راهي تجري باش تقري الحاجات المزيانة اللي عندها وعلمائها ومؤرخينها وفازاتها، تجيب لي انت ثقافة عربية هاي تمشي بالبترول والنفع عربي باقي بهايم باقي بهايم. باهي نتنقل للسؤال الاخر هو اللي يتعلق ب الشعب التونسي. انت تعرف معنا احنا توانسة توا اللي التونسي معناته انسان عياش يحب يعيش يحب كيما نقولوا احنا يعيش ويربي الريش يعني ناس عياشة، فهمت؟ هذيك هي المصيبه يعني التوانسه حتى الاسلام ماخذينه ك كيما نقولوا احنا كرمضان كماكله العيد كمشوي ك فهمت يعني كلها اشكال. هذه كريم ما عنديش مشكله معها بالحق، لا ولكن علاش 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 فهمت علاش التمسك فهمت بهذا الاسلام يعني هل التونسي ما ينجمش يعيش الشيخات نتاعو هذاك ما غير اسلام؟
علاش متمسك بالإسلام، وعلاش تشوف توا مثلا الشعبية معناتها اللي عندها الحركات الإسلامية في تونس يعني شيء غريب جدا. فما عنصر مهم ولا هي زوز عناصر، عندك نسبة أمية مرتفعة كبيرة في البلاد ويكذبوا، معناها يقول لك قارين برشا، هما كالأنصاف اللي قارين هما أخطر من الجاهلين. أنا مماتي ما كانش عندي معها مشكلة، كان ظهر لها تصلي ما ظهر لهاش تمشي للولي، ريت الولية عنا في تونس الولية هي عملية احتجاج على الدعوة الإسلامية. نحن كنا وثني، كنا متعددين، كنا ديمقراطيين، أي كنا كما نقول واحنا نقدس الأجداد، نقدس الولية. الولي هو تعويض هك الآلهة المتعددة نتاع الأمازيغ القدامى، هو الجد أو الولي أو الولي. نحن تو في كانت قبل عنا آلهة متعددة، كنا مع الرومان يجيبونا شد انت إله متاع خصب، نعطيك أنا إله متاع خمر، أعطيني انت رب متاع رقص، نعطيك أنا رب متاع نحت، وعاملين جو مع بعضنا مانيش مخلينا الحكاية سيريور، خلينا كفن انت أصنع صنبة مزيانة، عامل شوية الوان رجل أمورك. وهناك حتى مثلا بعد الملوك كما ماسينيسا ولا غيرهم كان يقود الحروب كان يدور على كل الآلهة، يعني على تانيت يمشي يقدم لها قربان على وذيك هو التعدد وذيك الجمالية. علاش انت توكي تقرأ هوميروس بريادة والأوديسة خالدة عندها ألاف السنين؟ لأنها الآلهة بشرية ومتعددة وتصارع مع الإنسان مزيانة الحكاية، بينما كتحط الإله لا يزي مجرد لا نشوف دي الرب ولا نبكي على أعتاب ولا نمس ولا نحس ومتحشيلي ما غير ما فايق. كما أنت تو تعيش في أوروبا يجيك جواب مع الشركة وهم يقولوا لك أدفع 20 يورو ولا تعيش الحكاية هذه ولا أمشي حج ولا أمشي حج ولا كالحج عادك المصيبة قحبة. يعني نتعجبه يعني تو مثلا يقول لك الحج باش تمحي ذنوبك. طيب يعني ما نعرفش انا امي ولا امك اللي عدت حياتها كامله وهي لاهيه بينا ومحطه راسها فهمت وما ترقدش الليل من بعد في عوض مثلا واحد يخلص لها كيما نقولوا شهر في يوتيل ولا في جزيره ولا حاجه يمشي يبعثها للحج دزني وندزك وشوفت ترجع حيه شوف ترجع ميته. بالضبط هذا هو اللي حكيته مع أمي دير نيرما 7 سنين مشاركة في الحج. قلت لها ماماتي راهو فما لهنا في ألمانيا بحذايا نعيش في الباير فما حفل اسمه أكتوبر فيست أنكي ناس تبيع في البيرة ويحجوا لها راهو 5 ملايين أكثر من حجها 6 ملايين جوا 2015 الأكتوبر فيست زوز ملايين. علاش ما تحبش البيرة؟ على الأقل تهزها معناتها البلاصة كيما نقولوا احنا على الدراجة. فيها دراجة الدارج اخي كلها تجي للبيرة هي لا معناتها هي معناتها كبيرة واحد يهزها مثلا تعمل مساج. لا قلت لها تحج معايا لألمانيا ونهسك وتشوف الدنيا وحكاية. ليه قاتل لازم تبدا تضحك مسكينة وتقول لي اختاني منك بعد. لا عاد انت هزيتها البلاصة انا نحكي لها جزء بشي لألمانيا لا مخها فهمت ليه شدت لك باش تمشي تعطيهم للجماعة متاع السعود يسكروا بيهم تقول له يدزوك وتموت لي انت غادي شربحت انا مش مليح. صعيب راهو كريم صعيب صعيب متغلغل ياسر متغلغل على الاخر تربيت بيه وتولدت بيه وعشت بيه. انت نحن اصغر منا عباد تكلمهم كلمتين تعمل فيديو كيما قالك حتى حد يكتب لك اشهد ولا لا محمد رسول الله تلمو شد شد الاسلام كيما قال لك ملحد مصري شرب دبوزه نتاع سم وانت تحب تداويه وهو يقول لك ليه هذيك هي دبوس السم لازم نكمل نشربها باش نداوى. بروبليم كبيرة فهمت كبيرة متغلغل متغلغل ورغم هذاك رغم هذاك عندنا في تونس وموجودة من قبل انت تترجع بركة شكون ابارتا حسين معناها في حديث الأربعاء وشنية وحكي على تشكيك في صحة الشعر الجاهلي اما شكون اللي خدمها خدمه اكاديميه وضرب الاسلام ضربه صحيحه على الحيط هو الشمس عايد في الفتنه الكبرى راهو كي تقرا يخرج لك عثمان قداش عنده من درهم من دجاجه ومن ربه خرج هو لك تاجر تاجر هو من الاول تاجر تاجر واش عملوا له هذا سي عثمان 40 يوم محاصرين وجوعوه هذا المباشر بالجنه صحابي ماشي طبيعي خرج
وبعد كي قتلوه عشان دفنوه في مصب الزبله نتاع اليهوديه نتاعهم. وكلاتوا الكلاب. وكلاتوا الكلاب. هذه قوم تبع ثقافتهم. وهذوك مش تاريخنا، مش تاريخنا اون بلوس. وما هوش تاونا. ما هوش تاريخنا اصلا، شي فيه انا عثمان اش عملوا له؟ يمشي حشاكي نيت البعيده بش... هو يتعارك مع علي وعاش عند شكون هناك المعطل ولا شنو شي يا رب. انا عندي عندي الكاهنه وعندي وعندي ناس ارتدت على الاسلام في السنوات الاولى اكثر من 20 مره. انا كلا مزيد ما نعرفش بك تعرف كلمه مزيد معناها الرجال احرار من الاشياء ذي. ما نقولوهاش الاشياء ذي فهمتني. اما الغالب التاريخ ديما يمشي هكاك. لازمنا المقاومه توا اتيحت الفرصه هنا والان بالميديا والتعليم. هذه فرصتنا بالفعل باش نفيقوا الناس الشباب على الاقل يعني يفيق شويه. انا جيني يفكر يفكر ويفكر في 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 باش يعيش ما يفكرش بعد لا يموت شنو باش يعمل. باش يعيش بيزير خي فرصه صغيره باش تعيش 60 ولا 70 سنه وبعد حشاك واحد قطنا تاك في سرم ودفنوه. هذه باش تعيشها وتضيف فيها للناس والناس تضيف لك وتتيح وتقوم فهمتني وتعيش احلامك واحزانك وافراحك ودموعك وابتساماتك تستنى لي في حياه بعد الموت. يعني انت تشوف اللي معناتها تونس يعني يمكن يعني بيجي نهار وتتخلص من الاسلام ومن العروبه. لازم عمو لازم عندك امل يعني بيسيو لازمنا خدمه. ممكن ما نخلطش عليه النهار هذاك لازمنا خدمه. لازم اهم حاجه برامج التعليم كريم. ما تنجمش تبدل برامج التعليم التعليم ما دام ما عندكش السياسه. احنا نتكلموا توا العمل في في تونس هو عملته في الوقت الحاضر هو فكري. يعني لازم ساعه يكون عندك قاعده شعبيه. كان يكونش عندك قاعده شعبيه قاعدين نعملوا فيها قاعدين نعملوا فيها بشويه بشويه. انت من ناحيه من ناحيه والاخر بكتبك المره ما قريتها في فرنسا اللي كتبت كتاب دو مزيان باحث نهايه الرسول ولا الايام الاخيره في حياه الرسول. بدات الناس تتجرأ في كتابتيه. بل كتبوا هشام زعات الفتنه الكبرى الناس سمعت به بعد 7 سنين. كان الاستاذه الجامعيين تو تحل الفيسبوك تجيك المعلومه تحل الانترنت تجيك المعلومه فهمتني. ولكن اكثرهم يبحثوا في مجالات معينه وباللغه العربيه واللغه العربيه فيها كل كذا. فما ناس كيف نتب هو كي تبدا عندك لغه زايده هو العربي كيحل فمه راه يكذب هذايا من غير نقاش. يجيوني يعني انا اللوتيل من الخليج كله من الكويت للسعوديه للشمال كلهم اقرب ناس ليا مش حتى متعصب معناها ما ذاك هو الصحيح. اقرب ناس ليا الجزائريه المغاربه شمال افريقيا هذا معاهم حل. قراب لك وتحسوا حقيقي مش مضروب. احنا عندنا الطبيعه نتاعنا في شمال افريقيا عندنا طبيعه الاوكريني خويا هو يحل فمه وانت تحسوا باش يكذب عليك حكايه مضروبه ولا طرت فيهم من السعوديين ما فيش شامبر في الوتيل ولو تبدا فارغه. ولو تبدا فارغه تير ما عنديش. به معناتها نخرجوا من الحديث على المجتمع التونسي يعني اللي معناتها نامل ان التوانسه يفيقوا على ارواحهم وخاصه الشباب يفكروا في المستقبل نتاعهم فهمت يعيشوا وهما معناتها يحرقوا اوروبا ومعناتها وبسهولة كان معناتها يتخلصوا من هالفكر المتخلف هذا انهم يحولوا تونس الى اوروبا فهمت؟ بيان سور تعرف ودي تعرف عايش في اوروبا يعني تصور معناتها كان جات اوروبا عندها المناخ نتاعنا والجو نتاعنا والتاريخ نتاعنا. عندنا فرصة نحن تونس. انا ساعات نقول لهم راهي تونس من اعز البلدان في العالم دونك سونس. في الشمال عندك فلش، في الجنوب عندك صحراء، عندك سواحل ماشية على البلاد كل بحر. ما عندك جيران مجرمين، ما عندك جيران فيهم صعوبات، ما هي جارتك اسرائيل ولا سوريا ولا العراق. جيرانك مسالمين المملكة المغربية على روحتها، الجزيرية على روحتهم، يجيونا نمشيو لهم مع بعضنا شعب واحد. ما عندكش مشكلة كبيرة معناها نتاع حروب واحد. عندك نسبة كبيرة نتاع ديجور طاقة شغيلة الرحمة له. شيء موجود معناها فهمت. حبيت نسألك توا على شنو رايك في الانتفاضة اللي وقعت في تونس؟ يعني هل أنت تفضل فما ياسر تلقاه مثلا على الفيسبوك يقول لك ماذا بينا راهو بن علي موجود وماذا بينا على موقع حتى شيء
يعني شو رايك انت في الانتفاضه اللي وقعت في تونس، ورغم توا الظروف اللي موجوده يعني صعبه في تونس وتغيير تونس وعدم الاستقرار والامن والقتل والاسلاميين، ما لاحظتش انه تونس توا رغم كل شيء احسن من اللي كانت قبل بن علي؟ هم ما يفكروا بعقليه شد نشومك اللي جيت مع شوم اللي يفكروا به وهي سي با فري. انسى عنا في العقليه التونسيه في المواطن التونسي يحب ياكلها بالسهل. ما فماش هذيك معناها الفم حبه سابقه وجريه وما تاكلش الشعير فوالا، ولا فم مثل اخر اقبح الفم الحارك والزق البارك، هذه هي يحبوا ياكلوا قاعدين نو. فما خدمه اخويا اللي غلب نقزوا عليك الاخوانجي، الاخوانجي يحطوا يديهم في اي حاجه يقرصوها ويردوها قارص. انت توا كي نقولوا ثوره ما عملت شيء، ما جابت شيء. وما اللي انا نشوف فيه اللي عايتون اعلام توا ولا التونسي يتكلم في الصحافه، انا قبل خدمت صحافه كل كلمه في جمله نحسبها 20 مره، توا ومواك تتكلم وباعتراف العالم فارحين بيك وبثوركوا كيف فم عراقيل الإسلاميين معطلوش تونس بركة، الإسلاميين معطلين العالم. أنا دير موريت فيديو في الانجلتير تو ما يتكسرك البير جارت، الناس تقعد برا قدام القهوة يشربوا كعبة بيرة خاطر الطقس بدا يتحسن شوي، زدموا عليهم يضربوا فيهم بالكراسي في بلاد باش تفهم معناها العقار هذايا، فهمت؟ ما هيش سهلة العملية أخي. الثورة الفرنسية ما يتعاملت 1700 وبعد ما ورجع ديكتاتور نابليون بونابارت، لكن المبادئ نتاعها رجعت اليوم وتختم اليوم. معناها هذه امور نتاع سنوات لازمها صبر. يعني احسن يعني قد متن على الاقل، معناتها انا نشوف على الاقل نحات لنا عنصر الخوف. بالطبيعة اكبر عنصر نحات التونسي ماشي خاف تو، قبل راهو طابت وسط البلاد خاصة التسعينات سنوات الصمت التسعينات. ياك في قهوة تشرب في قهوة ولا تشرب في كعبة بيرة ينجم يدخل واحد سيفيل أنا ريتها بعيني كسر دي الرب ولا انت زوز حشرات تابعين الطرابلسية واحد، فهمت؟ مش معقول توا اوكي كانت هيك قبل عصابة وتسرق ومدرشنية توا ولاو عصابات ما هوش بنفس قوة العصابة اللي كانت، فهمت؟ أنا مانيش أنا بيدي نقول لك حاجة صعيبة راي وحساسة مثلا، ساعات تلقى روحي نقول نعم دير رب العاملة كان ما صارتش خير، ومن بعد نقول لا يا خويا كومام 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 العالم قبل يضحك عليك راه. معناها فينا متاع بورقيبة وشي جاك شيراك وقلوا أسيع ومدرجني وفيش غم عليها بن علي والشكل هذي، كان معنى كان تصويرتنا قبيحة برشا في العالم. لا كان يضحكوا علينا يعني عين حاسبيننا قرودة موجودين وكان شوية إعانات كان فما كيفاش بشي بتزوك ودي ما يمشي، فهمت؟ أما توا أوموا عندك نخوة معينة وما كانش حتى واحد يتوقع لكونه في 2011 باش تعاود تصير ثوره كيما البلشيفيه قبل وكيما الفرنسيه وكيما معناها حتى العالم ما فهمهاش، قعد الوقت باش يستوعبها. اما سان من عريس السور ركريتها كونغرس الكل وقف في صفق على الثوره التونسيه. يقال هما يزكموا فينا ولا يحبوا يصغر اخويا الزك، العالم كله ماشي على الذكيه تو، اسرائيل لا حفره ويقول لك اسرائيل بنت المدلل الامريكي، كيفاش وليت بنت المدلل الامريكي؟ باقي اللي عاملين بعابس ويبكيوا على حاتي ما بكى نو بالعلمانيين بالناس ولاد صحاب اليهود السناقر الملكيين اللي ردوا امريكا بنتهم مش هما بنت امريكا. لو فما سياسه نحن فما فازه حلوه عملناها قبل ما نقولها لك، ما اسرائيل كانت بعفستها الكل، هي قبلت الاردن، هي قبلت فلسطين بطبيعتها، هاي قبلت في العراق مفاعل ديمونة هاي تونس. في تونس كي ضربت لنا الخروات اللي يجيو يتخباو عنا الفلسطينيين، عملنا لها بلاماسيون، المجلس نتاع الامم المتحده اعطاها بلام وخلصت لنا الفلوس. اول دوله في التاريخ من اللي تخلقت اسرائيل
حطتها في الحنديرة هي تونس، خذها كما باش تاخذها، اما هذاك هو اللي صار. وصل لها توبيخ من الامم المتحده وعوض تعويض مادي، ما ينجح في حد هذا الذكاء السياسي. عملت في عهد بورقيبه وبخدمه نتاع الباجي توا، واحد فهم كيفاش تخدم الخدمه هذه، واعطينا توبيخ لاسرائيل بالقانون الدولي. بالقانون الدولي فوالا، خاطر اسرائيل تخدم بالقانون الدولي. بيان سور، لازمك تتذكر. انت ايش انت توزن 50 جرام بالحوايج وتعطي على واحد يوزن 100 كيلو، مو بشي غفصك يا عم. هذيك هي معناها، فهمت؟ باهي، انت هل تشوف المد نتاع الحركات الاسلاميه والنهضه في تونس قاعد يتزايد والا قاعد يتقلص ولا قاعد مستقر حسب رايك؟ قاعد في كلمه اسميك انت رجعت ديغنييغمون لتونس يعني للوضع. في كلمه تونسيه مزيانه وتعبر بالكدا بالكدا، قاعد امه تتناك. اه راجعه تونس تي تاب تي، والفاز اللي عملوها نتاع البهيم نتاع بن قردان كيفاش كلاو التريحه هذيك، معناها راجعه توا تمشي للسونتر فيل تحوس شر حبيب بورقيبه. ولا كي باش تحكي على الارهاب كاينك تحكي على البلاوي الحاره. احنا حسيت، احنا انا حسيت روحي متقلق اكثر من التوانسه اللي عايشين دلوقتي. القلق موجود اكثر في التلفزه مثلا، فهمتني؟ لما ناس تعيش نورمال بانكين وعملوا فازة حلوة زيادة تاو في شارع الحبيب بورقيبة في الويكاند، ما تدخل حتى كهرباء، المسرح مليان من الشارع مغادي، قهوة يونيفير وقهوة شارع باريس وقهوة باريس والقهوة اللي على الضفاف هذيك، حتى الكنيسية واصل حتى المونجال، كلها مليانة بالعباد تملى وتفرغ، واللي يشرب في بيرته واللي بانك يشرب في قهوته. حية اوكي، فما فقر فما ضغط، اما تمشي خويا الديسكوتيك ترقى ما تلقاش كيفاش تدخل. لكن نشوفوا مثلا عدد المتحجبات في تونس كثر. موجود. وهم البنات زاد اللي تلبس وبلوطه في السره وبلوطه في الخشم زاد موجودين. موجودين يعني تشوفهم. لا تشوفهم موجودين، وجين مكبوس والولاد الهيبي وشعر طويل وهم احلاهم موجودين، السوس موجودين. يعني تشوف الوضع قاعد يتحسن يعني شويه نوعا ما. قاعد يتحسن، تصير فازه يرجع شويه، ما قاعد يتحسن. شنو رايك في مشاركه المراه في التغيير؟ المراه التونسيه، نعرف المراه التونسيه انت معروفه عبر التاريخ، علاش ما نشوفوهاش ياسر على الاقل؟ على الاقل يمكن مش على الواقع، ما نجموش نعرفوا على الواقع شنو، اما على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي يعني تواجد المرأة قليل جدا. المرأة لازمة في التغيير. اي معلش ما نشوفوهاش، علاش ما نشوفش المرأة التونسية تشارك في التغيير؟ قليل. عددها قليل، سي نورمال، سلام عندك، في عندك أنت واحد، عندك بوذية، عندك سلام. سلام مالي لك جهنم بنساه. معناها هذه غيزون، هذه غيزون المرأة باش ما تتبعش هذا الدين. ما البروبليم غادي. لكن كي باش نحكي على تونس، تونس راهي كا اكسبسيونيل، راهو المرأة التونسية ولا تعرف اللي الراجل اللي باش ياخذها يحبها كما نقولوا نحن جرية وما تاكلش الشعير، يحبها لابسة خمار. المرأة التونسية تعمل خمار باش تعرس، ماهيش تعمل نتورك أخرى باش توري اللي هي ماهيش ماركة بواتا دي لوي واللي هي ما عندهاش علاقات. أما كإسلام حقيقي الداخل ما عندها حتى علاقة. ما عنديش حتى حكاية، فهمتني؟ الخمار في تونس هو اختيار للانتيغراسيون سوسيال باش تعرس الطفلة هذيك، كعبتين ثلاثة اللي يلعبوا في لعبة السياسة، وكعبتين ثلاثة يتعدوا على الصوابع تلبس الخمار باش تدخل في السياسة مع النهضة ومع مدري شنو. أما المرأة التونسية العادية اللي لابسة خمار وتدور في البلاد بالأخص طفلة صغيرة، ما نحكيوش على كرزاز الكبار اللي كعادية، العب العلاقة لا بالدين لا بالسياسة لا بالمجتمع، كبار عادية. نحكي على بنات تلقى 20 ولابسة خمار ولابسة مدري شنو، رابس حتى بناتنا اللي يحبوا يمشيوا لسوريا ومدري شنو، ما هو تم إغرائهم باش تتزوج وتدخل للجنة ومدري شنو، هي اللعبة كلها هي مشكلة العنوسة اللي لعب عليها الغنوشي تو، هذيك ضرتنا على الآخر ضربة قاسية.
ضربة قاسية قاسية جدا، معناها ضربة في التركيبة نتاع المجتمع التونسي في مشاكله، فهمتني؟ حتى نحن التو نربيو بناتنا اللي لازمها تعرس ولازمها تدخل دار شلها، والطفل اللي ما تعرسش وسط 35 سنة ولا 40 سنة نكت عليها وفي العالم بالنسبة له، هو اللي لازم تربي عليه بنتك توا، لازم تطلعها حرة ومثقفة وتدافع على اختياراتها، وهي اللي تطيش الراجل مش الراجل اللي يطيشها، فهمت كيفاش؟ وهي اللي تختار الراجل مش الراجل يختارها. اللي احنا عندنا علمونا ان المراه عندها الحق تختار من بين اللي يختاروها. معناها هي في الاخر تقعد يعني هي هذا يتقدم لها هي تقعد تتشرط سيادتها هذا 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 وهي تختار. المراه ما عندهاش معناتها فكره المبادره. يعني هي اللي تختار الشخص. معليش معناتها ديما الراجل هو اللي يختار. ما هما يا كريم ما أهانوش المرأة بركة في البلاد هذيك، هما هينين الراجل وهينين المرأة وهينين الطفل الصغير وهينين الهايشة، حتى الهايشة اللي هي نوعها كل شيء طبيعة كاملة متهانة. ولا وليت بالديجراداسيون معناها توا أنت حتى ولو أنا ما نحملوش برنامج بتاع علاء والمشاكل الاجتماعية، لأنه فضح مش مساعدة اللي يعمل يعني المجتمع التونسي يفضح فيه مش يساعد فيه. هيك تخرج لك الحالات وريك دي كام انا رجال تجري عن سابع معناها بطريقه بتدوخ في راسك، كل هذا مجتمعنا معناها اللي يشوفوا فيه هو الظاهر، بينما هو كيتلوش في الفوندو انسانه حكمت وما زالت تحكم امك من الكوجينه نتاعها، ديريجي بوك راهو ما فماش حكايه كل شيء وديريجيكم الكل نيك تعاقبوا اليوم فماش قصتي اكل الاحجار فهمني كيفاش؟ اما كي يبدا هو يعرف يطيب يمشي طيب كسكسي على روح. عندنا رجال تعرف طيب هو حشاكي طيب كيستي. ما عندناش. فما توا فما. توا عاد جينيراسيون جديد انا بيدي وليت نعرف طيب ملوخيه، بيدي وليت نركب ملوخيه ما عندي حتى قلق. شنو رايك في مساله الضجه اللي عملوها اخيرا حول مثلا المساواه في الارث؟ بون هو شيء معناها الموقف اللي خذته هذيك الزغلامي ولا سنديرهم هكا بتاع النهضه هذيك اللي في البرلمان، الموقف يردد معناها قالت لهم مش قالت هي قالت باش تعاودوا تو تلهبونا الحكايه هذيا، صور امراه تدافع باش كونها تاخذ اقل من راجل سيجرار، معناها باش تفهم فين يوصل غسيل الدماغ وفين يوصل غسيل المخ. وقالت ولا تهدد فينا معناها بطريقه امبليسيت مون تهددنا، قالت باش تعاودوا تهيجوا علينا الارهابيين. يا اخي ماكم جبتوا ربكم انتم الارهابيين جاوا من السماء، ممكن كان بن علي حاطه في حبس والمجتمع التونسي كراهم. هي ماهيش خايفه من ربها، خايفه من الاسلاميين، خايفه من الارهابي. ما هي لغه حامي حامي هذيك ضربان اللغه. علاش تقول لك راهم التوانسه المشكله في الشعب التونسي اخطر شعب عشيرتين. عاد قلت لك نرجع على موضوع نتاع الارث، المساواه في الارث، وانا حبيت نقول حاجه معناتها بين قوسين. نشوفوا اللي المراه التونسيه حتى مثلا خليني معناتها نكون واقعي، اللي الطالب اللي نعرفه احنا معناتها المساواه في الارث ما يتوقفش على المساواه في الارث حتى على النفقه. يعني ما لازمناش نتكلموا على المساواه في الارث وننساو القوانين اللي موجوده في الدستور اللي تقول للرجل هو اللي لازم يصرف وان الرجل هو اللي لازم يعمل. يعني لازم عندما يكون هناك مساواه في الارث يكون مساواه في النفقه زاده. بالضبط، انا راه العمليه متوازيه متوازيه. على خاطر توا في تونس فما مثلا المراه تاخذ اقل، لكن في نفس الوقت الرجل هو اللي متكفل بكل شيء في المصاريف حتى بعد الطلاق حتى كل شيء. المراه تلقاها تخدم فلوسها تحطهم في جيبها، فهمت؟ وهو اللي متكفل بكل المصاريف نتاع الدار. اذا معناتها كي باش نبحثوا القانون نتاع المساواه في الارث لازم نبحثوه من جميع الجوانب. بيان سور، انت تو كي تعملها الحكايه هذه معناها تعمل مساواه في الارث ومساواه في النفقه. انا عندي عمي شد ثلاث مرات الحبس على النفقه. مشكله كبيره موجوده عند التوانسه وعندي برشا منها رجال توانسه. انت معناها كي تحقق المساواه في الارث وتحقق المساواه في النفقه تتجاوز المانيا. في بالك الالماني تو اخويا في القانون الالماني كي تطلق انت راجل الماني، نحكي لكم مارتو المانيه ما نحكيوش على اللي زي كده، يتعلق مارتو جاري بالضبط، ما نحكي لك عنده زوج بنات
لما راه تخلص وتخدم، اما هو اللي يدفع الدفقه تاع يقرر غير الحاكم، ونهار اللي ما يدفعش يزيدوا عليه معناها تسنسم في السنه معناها فوق الفلوس هذيك تتزاد، ويخلص الحاكم الصغار نفس كون في تونس وكي يشدوش الحبس في المانيا؟ في المانيا او جاري مش حاجه بعيده علي يعني كيما تونس المانيا كيما تونس اما المراه تونس قد الرشل هذه هي الفاس اي هذه ظلم اما ما تنساش المراه الالمانيه بعد الحرب الثانيه هي اللي بنت المعركه فيها ورجال كله فيهم هتلر المراه راهي خرجت عاودت وقفت البلاد هذيك مره اخرى وصل الحرب هتلر بولاد عمرهم 16 17 سنه قتلوهم الرؤساء قتلوهم ليروس يعني النظام في المانيا المراه في الارث متساويه ولكن في النفقه الراجل هو اللي عنده كل شيء النفقه قال طلق انت مراه خلاها وعندها زوج صغار تدفع لها الفلوس ما كانش مزمر عليك يزوك في الحق يزوك الحبس على النفقه في كا اكستريم ما ريتش حالها صارت انا يعني على النفقه يعملوا له حل تولي يعاونوا السوسيال والسوسيال نتاعه يخلص صغار فهمت هذا في قانون المانيا بالضبط نحكي لك فوالا يعني انت يعني مع شيء طبيعي المساواه في الارث والنفقه في نفس بالطبيعة انا عندي خالي الكبير تعقرب على امي وعلى خالاتي ثلاثه فك الدنيا كل بيرسير اول المراه كي تخرج تخدم وهي لو حتى المراه التونسيه نتاعنا القديمه دارها ديجا خدمه معنى فهمتني كيفاش انا نتفكر وزير الاقتصاد نتاع الدار كان تم الشاب يرحمه شي ما عندوش برشا او صعب شد هذوما تصرف فيهم تفتو في هذه عندك اربع صغار تيح حقوق ما غير وزير الاقتصاد يتيح رئيس الحكومه اللي هو شيء فهمت كيفاش قلت لك انت تتصور معناتها القانون هذا معناتها يتعدى ولا وعلاش الشعب التونسي ما يقبلش المساواه في الارث والمساواه في النفقه علاش عندك مجتمع رجالي راهو عندك مجتمع حتى ولو بورقيبة وعمل وتحرير مرأة وحكايات مازالوا منرفزين لعباد بنساه أخي أسهل كلمة أنت باش تحارب بها مرأة ما ريتوش شكل الهيشة اللي جابوه أنت في برنامج معناتها هل لمن يجرى فقط ولا كلام الناس ولا شنو برامج تونسي تحفت للمرأة سلمى بكار مرأة عظيمة في تونس فلا شد دارك فرخ فقصة متاع راب ولا متاع درش من هم أنا والمشكلة الراجل التونسي كما في برشا دول ميكة هذه مسلمة عربية مازال هو اللي فيك الفضاء العام مازال فيك الشارع أنت كراجل تاني تخرج في شورت ما يكلمك حد أما المرأة باش تلبس محزوق شوية ولا واحد ما تركبها لها فهمتني كيف الفضاء العام فيك الراجل نحن برجالنا وبنسانا وما نش مسلكينا خلي باش تكمل طريق شطر المجتمع طريق اخي انت البنايه كي تربيها على الحجره وعلى كما قالت سيري وتربيها على انها كائن ناقص ما باش تطلع مجتمع ناقص مجتمع ما عندوش حتى ثقه في روحه اخي الرجال العظام يخرجوا راهم من النساء العظام ليش ما فماش راجل خارج من نعامه ولا من شجره ولا خارجين من النساء متربين في حجوراتهم باش تطلع كنت كولدها تفك حقك وتقريك وتتعب عليك فهمتك شكرا سي طارق نخلي لك الكلمة الأخيرة معناتها السؤال الأخير هو شنو النصيحة اللي تعطيها للشباب خاطر احنا الأمل نتاعنا هو الشباب انت تعرف في أوروبا هم يميزيوا على الشباب يعني عندهم الشباب حاجة مهمة جدا أهم حاجة يعني شنو أنت تعطي نصيحة للشباب؟ أنا الفكرة المهمة اللي حاب نوصلها وبالأخص للناس اللي تقرب لنا شوية في تفكيرها الأخرين خاطر لازمهم خدمة كبيرة فما دي جون ساعات يكلموني يقول لي راهو نحب نرد الشايب ملحد ولا لا نايس في با ما تجيش الحكاية والإلحاد اللي حاب نفهمه للناس الكل راي مش دعوه كما الدعوه المسيحيه ولا التبشير المسيحي ولا الدعوه الاسلاميه نو الحاد هو طريقه في التفكير طريقه باش
هل مخ المؤمن اللي مسكر بالمعتقدات اللي يرفض الآخر وبالأخص في الدين الإسلامي؟ في الدين الإسلامي رانا عنا عنصرية في كتابنا المقدس، رانا عنا احتقار المرأة. مش كتابنا، مش كتابنا، كتابها هذه اللي عنا توا في تونس. خويا ما يعملوش خمس مرات الأذان، أنا ضحك لي مرة واحد فرج في الكورة في زوك البارتي بدا يأذن وقال الله أكبر وقال ويا لا إله الله، فقال زبي خلينا نفرج لا إله الله وقت ثاني. بالنسبة للشباب أنا حتى أنا يوقعوا لي المسألة هذه، نقص لك على كلامك، نقول لهم في عود تقنعهم باش يوليو ملحدين، اقنعهم باش يقبلوك كما أنت. فوالا هي الخطوة الأولى، تقبل المختلف. مرسخها فيك شبيك هما العرب منيكين بالنسبة لقريش، والأعاج منيكين بالنسبة للعرب، والفورس أقل ذلك، معناها كله طبقي. في الأخر الكل يطلع محمد خير من ربي. أنت تو حال الكلمة صلى الله عليه وسلم، تو ربي الناس كل تصليل ويعمل لك يدز خماس وفزاس هو اللي يصلي هو محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ما تجيش معناها فهمت عربي حافي ما عندوش حتى كرسون تعمل لي من حكاية. سيبونا سيبونا بتيت بتي، لازمهم يسيبونا. وهم نصيحة للشباب، أقراو سيب لي رومان وسيب السينما وسيب المسرح وسيب وسهل وعلم الناس تقبل لي زوتر. وشعبنا كان قبل اللي تعمل في الريون، وانت كان في تونس العاصمة. اي نعرفها شيء طبعا، تعمل رافائيلا كارا برنامج البنات مغدو يلبسوا كما لابس رافائيلا كارا، وعنا كونتاكت بالحوض نتاعنا لهنا نتاع البحر المتوسط، واختارنا من ثقافة الصحراء هي بتبيعتها جافة، وهو بالحجة والدليل بين ثقافة الذبح معناها اللي كان قبل ما تصورش في كاميراها وصورت هنا داعش بارك الله وفاهم معناها، وعجلت في نهاية التفكير هذايا وفي نهاية المعتقدات هذايا. فلا وبالنسبة مثلا للجالية التونسية متاعنا في أوروبا نشوفوها شدة معناتها متزمتة ياسر للدين الإسلامي، يعني ماخذة الدين كهوية وكإيدنتيتي. متزمتين أكثر من اللي عانى في تونس. أكثر من اللي عانى في تونس هاي. أكثر من اللي عانى في تونس ويمشي حالة. يبدأ إنك معي في البير ويعمل لك يقول لك ليه تحمل حلو في حرام تيتي. ما هو ربه كله حرام هو. ليش تمس فيها غالطين مخلب زين مخلب بيزا مش نورمال. هاي هنية زيزة في النقطة هذه أخرى. إنها الطبقة المثقفة اللي يسميوها مثقفة بين قوسين في تونس تزيد الجهل في الشعب. ما هي ذيك المخترة؟ ما عناش مثقفين يا كريم، عنا أنصاف مثقفين أخطر من الجاهلين. قلت لك أنا مماتي ما كانش عندي معها مشكلة، ما عندي مع أخويا اللي قاري دوا ستر قراية وانفورماتيف واندراشنية واحد، ومن بعد تحكي معها تلقاه مخترة. هاي كما مثلا على مسألة تدريس القرآن، العبدلي اللي نسخايبه يعني إنسان متفتح شوية، يقال لك لا أنا باش نمشي نقري ولادي القرآن، ويكذب راه ويكذب ما يهزش يقري من القرآن. يعني شنية هذه النفاق اللي عندهم؟ يعني توا هو عايش عيشته واكيد ولده يمشي يبعث من عرش الفين وما يقراش القران، ولكن يطلع على التلفزه بكل معناتها كذب ونفاق يقول لك انا ولدي نقريه القران في الصيف. انت تعرفهم دعائم الاسلام الخمسه الصلاه والزكاه، فما دعامه متغافلين عليها اللي هي النفاق. النفاق تخلق مع الاسلام وقت اللي محمد بدا يفرض على اهل المدينه طبيعي ان عصيتهم فاستديروا خرجوا المنافقين. المنافقين من دعائم الاسلام الخمسه النفاق السادسه هذه نزيدوها. ما فماش اسلام ما فماش نفاق، فما اسلام فما نفاق. بالفعل بالضبط بالفعل. شكرا على قبولك الدعوه سي طارق، ونخلي لك كلمه اخيره تقولها قبل ما نختم هذا البرنامج. عايشك مرسي عليك اللي انت استدعيتني. حوجه واحده نقولوها، البلاد هذيك راهي نتاعنا رانا حاره وحوته قال ناصر الدين مختار، معناها حثواله موجودين على البحر المتوسط، امكانيات كل موجوده، هذا هو الحصيل في الاخر. اوكي شكرا شكرا. عايشك يا تدريب عايشك.